الأخبار مع فايز العرفاوي. أكثر من 9 تجمعات سكنية في نفزة ما عندهاش الماء الصالح للشراب، وسبعة مناطق يقص عليها الماء بصفة دورية وخاصة في الصيف. هذا ما أكدوا شكري جيبي رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري في بيجا في تصريح في برنامج الماتينال الويكاند على إي أف إم. معتمدية نفز اللي هي فيها سيد البراق واللي هو فيه 650 مليون، لقى أكثر من 9 تجمعات سكنية، الوليجة ومقطع حديد وحديدية وبلايس، هذه مناطق ما عندهاش ماء، أكثر من 7 مناطق منقطع الماء، يعني الماء ينقطع عليها خاصة في الصيف. مش معقول هو أني أنا نخزن الماء في البحر، نخزن 500 مليون أو 600 مليون في سيد فيشان، 300 أو 400 أو 500 مليون في سيد البراق بيعها وهو يهز كان 290 مليون، لكنه يتعبى أكثر من مرة. فيها 60 مليون و22 بحيرة موجودين، وفي الآخر أنا عطشان وما نزقيش. كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين يقول أن نسبة الطلبة المرسمة في كلية الهندسة تراجعت من 2014 بنسبة 35%، ومش ممكن اليوم إدراج الاختصاص في المدارس المش مختصة في الهندسة، وهذا ما صرح به الإي أف إم بعد ندوة صحفية. برنامج الصلاح الهندسي عامل إدارة مشاركين في اللجان نتاعو الكل، بدأ في 2016 أترافير جيش فيه وخرج تقرير في ذلك، وتوا مواصل لإعداد التوجهات استراتيجية لإصلاح التكوين الهندسي، وهذايا ماشي خرج لنا مثال تكوين هندسي. كل الاستراتيجية هذه ما زالت لم تنتهي بعض، يعني زما خدمة متاع بعض أشهر، وبالتالي ما تجمش أنت استراتيجية هذه ما زالت ما خرجتش وتجي تحدث تكوين هندسي في مدارس اللي نهار اليوم ما تقريش في مهندسي، ما تخرجش في مهندسي، وتخلي بعد خلينا أمر واقع جديد لربما وفي الغالب سوف يتناقض مع الاستراتيجية اللي قاعدة تعد فيها الوزارة. وإحنا على سبيل المثال تو قاعدين طاقة العدد المسجلين في المدارس الهندسية بالوحدة خذيناهم، المعدل متاحة تراجع متاع 2014 بارابور 2020 ب 35%، يعني المدارس انقص العدد متاحة ب 35%، تعليم الجامعي كل العدد تقلص من جر تقلص عدد الطلبة إجمالا. يعني العدد بقية أخبارنا في عناوين: وحدة بحرية تابعة لجيش البحر نقذت اليوم الصباح 9 توانسة من الغرق عمرهم بين 19 و30 سنة، خرجوا البارح من رواد بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية. الاقتصاد الوطني تراجع بنسبة 11.9% في النص الأول من 2020. نسبة البطالة ارتفعت 18% خلال الثلاثي الثاني من 2020 حسب المعهد الوطني للإحصاء. مطار نفيذ الحمامات الدولي يستقبل اليوم الصباح أول رحلة سياحية من براغ على متنها 145 سائح من تشيكيا، من بينهم 8 صحفيين مختصين في الترويج السياحي. ومركز رصد الزلازل في الجزائر سجل اليوم رجة أرضية بشدة 3.4 درجة ضربت ولاية وهران غرب البلاد. أخبارنا متواصلة 24 ساعة على 24، أكثر تفاصيل تلقاوها على EFM.net، تنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا عليه.